فهتحبه. كفايه بس يعني ايه كلمه وطن. يعني ايه كلمه وطن؟ من اجمل الاغاني الفيلم. فعلا يعني ريحه، يعني صوت ايام بتشبه بعدها وسنين تفوت، ولما نسافر والحدود تفصل ما بيننا 1000 ميل. يعني ايه كلمه وطن؟ يعني ريحه، يعني صوت ايام بتشبه بعضها وسنين تفوت، وما نسافر والحدود تفصل ما بيننا 1000 ميل. بنسيب سنين العمر والحب اللي فات، حتى في عرقنا في الهدوم واحنا بنحلم بالوصول، بتضمنا حالة شجن. عايز احط طبقته عالية قوي. يعني ايه كلمة ايه الماستر سين اللي انت مش قادر تنساه ابدا وسط كل افلامك دي؟ مشهد عملته معجب بيه قوي، شايف انه من اجمل المشاهد اللي عملتها، عملتها بشكل جميل، معلم جواك ده لسه؟ وانا كل مره بحس ان انا عايز اتعلم ابقى احسن بعد المرحله دي كلها والخبره دي كلها. اكني هبدا تاني. ده تواضع منك والله. لا والله مش تواضع ولا حاجه. قولي بقى محمد لطفي الزوج، انت زوج رومانسي ولا ملاكم في عواطفك؟ يعني الزوجيه دي حاجه جميله بس فيها حياه طيبه، وانا راجل من وانا صغير مسؤول، مسؤول يعني مكافح، فاهم ازاي؟ يعني من اول ما كبرت كده وصوتي تخن ما كنتش بكلف والدي يعني مسؤوليه تعتمد على اي حاجه. الفانتازيا بتشتغل وانت صغير؟ بشتغل. بتشتغل ايه يا محمد؟ بشتغل يعني ممكن اشتغل في بناء، بشتغل في اي يعني ان شاء الله يعني اشيل حاجات،